اوعوا تفتكروا ان احنا خلصنا، لا لسه مكملين معاكم تجربنا الكحك العيد، وتعالوا بينا يلا نشوف صدمتنا في اللي حصل النهارده. بريكفاست يا جماعه، باكجينج خطير، ما عرفناش نطلع دي عشان هو بس متكسر قوي، باين غير سكر. حاجه غريبه ومش عليه سكر يعني. بصوا هما ثلاثة في الباكج دي بس اصلا. اوكي هو دايب قوي، دايب جدا. اوكي انا فهمت ده حصل ايه. حلو قوي. قوي مش طبيعي. وقولوا لنا رايكم ايه؟ وبقى فعلا.